رمضان لك الشوق ينادي بحنين فؤاد. مسابقة برنامج أصداف اللؤلؤ ذات الجوائز القيمة، 10 رحلات عمرة، مقدمة من شركة مودة للحج والعمرة بالإمارات. سؤال اليوم: ميعادنا اليوم مع صحابي جليل، صحابي كان يكتب في الجاهلية ويقول الشعر. آخى النبي بينه وبين المقداد بن عمرو، شارك في غزوة بدر، وكان أول من خرج للمبارزة مع 2 من الأنصار، لكن عتبة بن ربيعة أبى إلا أن يكون النزال مع قريش، فخرج حمزة ورفاقه علي وعبيدة بن الحارث، وأرسله رسول الله بعد انتهاء بدر إلى المدينة ليبشر المسلمين بالنصر، وشهد ما بعدها من المشاهد إلى أن استشهد في غزوة مؤتة، وكان القائد الثالث بعد زيد وجعفر. كان كثير التعبد لله، فكان إذا لقي الرجل من أصحابه يقول له: تعالى نؤمن ساعة. أثنى عليه النبي فقال: رحمة الله عليه، إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. ولما دار القتال في مؤتة استشهد زيد وجعفر، فحمل الراية وهو يقول: أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طال ما كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. فمن هو؟ زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة. إذا عرفت الإجابة يمكنك الاتصال بالأرقام التالية من داخل مصر: 09587، ومن أي موبايل على رقم 5944، ومن خارج مصر على رقم 00 88 21 69 0110. وتحلق نحو الأمجاد، تترفع عن ترف الدنيا، وكتاب الله.